أعلنت وزيره التجاره والصناعه نيفين جامع أن, أن الصادرات غير البتروليه بلغت العام الماضي ولأول مره 32 مليار و128 مليون دولار مقابل 25 مليار و427 مليون دولار عام 2020 بفارق 6 مليارات و701 مليون دولار محققة زيادة كبيرة بنسبه 26% وأضافت وزيره التجاره والصناعه أن الدوله نفذت عددا من الإجراءات والجهود التي سهم بدورها في الوصول لهذه المعدلات التصديريه المتميزه تضمنت اعاده تشكيل المجلس الاعلى للتصدير واعاده تشكيل المجالس التصديريه بالاضافه الى العمل على تحقيق الاستفاده القصوى من المكاتب التجاريه في الخارج